شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشرقة في قاعة الاحتفالات بالجامعة القاسمية حفل تكريم الشركاء والداعمين لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي، والذي أقيم تحت شعار معا لتحقيق الإصلاح بحضور قناصل الدول الأجنبية. وألقى نائب قائد عام شرطة الشرقة كلمة تحدث في مستهلها عن عام زايد وجهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعاتنا ودعم خطط الإصلاح والتوجيه التي تتوافق وسياسات العقابية والبرامج الإصلاحية. بعدها قام نائب قائد عام شرطة الشارقة يرافقه العقيد أحمد عبد العزيز الشهيل مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالشارقة بتكريم الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وشركاء الداعمين.